السلام عليكم، صحة رمضانكم زبائننا الكرام ومرحبا بكم بازار ماليزيا. كما وعدناكم الحمد لله يا ربي وصول سلعة ترك. مرحبا بالجميع، نوريكم مقتطفات هكذا اللي خفيفة برك كيما هكذا بالصاك تاعها بالبوب تاعها. الله يبارك تبعني. شفت هيك هاك ويلا ما نسى هذا هاك مزالت حل ثاني خاصي منا مزالت بزاف حوايج بزاف حوايج بين هذا صرا نشوف بون. السلعة هذه ان شاء الله ابتداء من غدوة ان شاء الله في الليل هي متواجدة في البازار تاعنا. صحة رمضانكم وصحة فطوركم ومرحبا بالجميع وسلام. بون السلام عليكم، صباح النور زباين الكرام في ساعة متأخرة من الليل. بون كما وعدناكم بازار ماليزيا اليوم الحمد لله يا ربي وصول جديد وانا حطيناه وسهرنا على جالكم زباين الكرام. غدوة ان شاء الله مرحبا بالجميع وكاين بزاف سلعة وكاين بزاف عريفاج، كاين ديروب تاع بنات، كاين ايضا دي زونسومبل بلا جوب. وكاين دي زونسومبل افيك بونطالون فاصون، كاين بزاف اريفاج زباين الكرام. نخليوكم عنصر تشويق باش تزورونا المحل. ساعه سحوركم وصباح النور وسلام. السلام عليكم، مساء النور زبائننا الكرام، صحة فطوركم وصحة رمضانكم. توجور بازار ماليزيا اليوم جيناكم بجديد بالطوب بالطوب. هادو مزيان وخاوتي ما حاطينهمش، هادو بور دوما ان شاء الله. ان شاء الله خاوتي هادي مزيان وما تحطوش. الله يبارك با تيليفون مازال فيها بزاف اريفاج هادي ونجيك لاريفاج تاع اللي حاطينها البارح. الله يبارك. هادي يا خاوتي سلعة تحطت البارح برك تاع السنة هادي بالجيب. فقط هذه السلعة هادي كاين فيها الوان خلاص هو باش تكون على علم زباين الكرام. الله يبارك. هذا ثاني اللي راني نوريكم فيهم كل فيهم كل تاع موتيف هي طروا له. الله يبارك. شفتوا هذه يا خاوتي هذه هي قوه تجيب السبته تاعها هذه باهيه روعه. الله يبارك. حلوه في لبستها هكذا. هذه بليج ثاني هذو منير نمحى برك هذه الزهر واسمه شوف هذه. الله يبارك. الله يبارك. حاجه طوب حاجه بزاف باهيه في الكلاسيك يا ايمان. الله يبارك. ما شاء الله. بازار ماليزيا خاوتي قدام كوارير. الله يبارك. هذه ديجا بريس خلاص هذه الوان تقاتلنا هكذا. الله يبارك في الجون بالبيري بال هذا بالسكاي. الله يبارك. الله يبارك. سيرتو هذه خاوتي ثاني هذه هذه ما نهدروش خاوتي هي بزاف هاي السلعه تهدر سما مش انا مرحبا بكم ايما انا نوري باكو نسكت بس السلعه اللي تهدر على روحها. وي خويا وايضا في الاولاد بيبي ثاني يا خوتي كاين من 6 شهور حتى العامين ثاني كاين. ها خوتي شيميزي تروا بياس هذه خوتي ثاني. الله يبارك في لي كولار وفي لي طاي مزال خوتي جديد ومزال بزاف اريفاج ان شاء الله. كل تا يوم انا نسعى ان شاء الله باش نحط لكم الجديد. صحة سحوركم وسلام.